مايا رحال من ومضة، رائد أعمال الأسبوع معنا اليوم بسام جلغب صاحب فكرة دوزان. هاي بسام، مرحبا، كيف الصحة؟ أهلا وسهلا بمكاتب ومضة ببيروت. شكرا. خبرنا شوي عن دوزان. دوزان فكرة اجت على رأسي تقريبا من شي 4 سنين. أنا كنت بعزف على العود من أنا وصغير، بعزف موسيقى. لاحظت مشكلة بكل الآلات الموسيقية الوترية وخاصة عند المبتدئ، هي دوزنة الآلة. دوزنة الآلة هي من أصعب القصص. وقت واحد بلش يتعلم يعزف على آلة موسيقية وترية بتسبب له أحباط، لأنه كل مرة بده ينطر ليروح عند الأستاذ تبعه تيزبط له الصوت، وإلا بيكون عم يتمرن على صوت مش منيح وهيك. فمشان هيك لما بلشت أشتغل إلكترونيات تقريبا من شي 6 سنين، فترة 6 سنين، قررت إنه ليه ما بينعمل جهاز هو لحاله أوتوماتيكيا بدوزن الآلة الموسيقية الوترية. وهيك طلعت فكرة دوزان. هلا أول شيء ما أخذتها جدية للفكرة، إنه مثل كل فكرة واحد بيطلع فيها إنه خلاص أوكي فكرة. بس بعدين أجتني فرصة واللي هي مسابقة نجوم العلوم. كان بعدها بوقتها 2009 كانت أول سيزن عم بيعرضوها. فأجا حدا من البرنامج عمل برزنتيشن بالجامعة عنا وشرحنا عن فكرة البرنامج. فدغري بوقتها دغري عرفت انه اوكي هذا الشيء لازم اقدم عليه ضروري، والا بكون عم روح فرصة بحياتي. فمشان هيك قدمت على البرنامج. هلا هو البرنامج كفكرة كتير حلو، انه بيأمنونا كل الخبرات الممكنة، بيأمنونا كل المساعدات، وبيكون في 14 شخص من دول عربية قاعدين بمطرح واحد قاعدين عم بيشتغلوا في المكانات موجودة اللي بيحتاجوا لها. بس المشكلة الوحيدة هو انه هذا كان برنامج واقع، وانا منه كتير ما بحب كتير البرنامج الواقع، بس انه حسيت انه كانت خبرة كتير مهمة بحياتي. يعني تعلمت كيف اني اتعامل مع اشخاص من غير مجتمعات، اشخاص من المجتمع العربي، يعني كيف نتعاطى مع بعض، كيف نشتغل مع بعض، كيف نساعد بعض، بس بنفس الوقت نضلنا محافظين على جو المسابقة. فهذا الشيء كان كتير حلو. قدرت حول الفكرة تبعي من فكرة لمنتج. قطعت بعدة مراحل. أول شيء كانت proof of concept، أما برهنت الفكرة أنه بتزبط تشتغل. تاني مرحلة كانت تصميم، بعدين إدارة الأعمال، وبعدين آخر شيء الماركتينج والتسويق. فقطعت بهالمراحل كلهم، وبالآخر لأنه كان عندي المساعدة وكان عندي أعضاء بالفريق معي كانوا عم بيساعدوني كتير منيح، قدرت أني آخر شيء فوز بالمسابقة. لما فزت بالمسابقة طلع لي دعم مادي من قطر فاونديشن، فصار عندي المصاري والماديات، بس ما كان عندي الخبرات. يعني كنت بقطع 2009، ما كان مثل ما بنعرف انه بالعالم العربي ما في كتير منتجات الكترونيات بتطلع من عنا. اكتر شيء هلا التركيز اكتر شيء على البرمجة وعلى السوفتوير، على الموبايل ابليكيشنز للتليفونات، على بس ما في كتير تركيز على الالكترونيات والاجهزه الالكترونيه. فها كانت مشكله بالنسبه لي، انه اوكي صار عندي الفاندينج بس ما بعرف شو بدي اعمل، ما عندي حدا عم بوجهني. فمشان هيك اول سنتين كنت شوي عم بخبط يمين شمال، طب بالاخر عرفت اوكي ركزت وعرفت شو بدي اعمل. صار عندي فريق، هلا فريق مكون من نحن 3 اشخاص، ومقسمين شغل بيناتنا كتير منيح، وهذا احسن شيء كان بالمرحله هلا، انه صار عندي اشخاص فينا اتكل عليهم وعم نشتغل سوا. وصرنا اوريدي عاملين ثلاثه بروتوتايبس، وهلا عم نشتغل على الثالث. فان شاء الله بعرس السنه بيكون خالص وبكون هذا اللي بينزل على السوق. انت بنفس الوقت كمان عم تشتغل على بناء مجتمع او مجموعه من الناس اللي يشتغلوا على اجهزه وادوات الكترونيه، صح؟ هاكر سبيس. خبرنا شوي عن هيدي التجربه. مثل ما قلت انه المجتمع بالعالم العربي بعد ما كتير معودين نعمل الكترونيات واجهزه الكترونيه، والاشخاص اللي بيشتغلوا بهالموضوع هن منهم كتار، يعني مش قد الاشخاص اللي بيبرمجوا، مش قد الاشخاص اللي بيشتغلوا بغير مجالات. فمشان هيك عم نجرب نشجع الشباب بالعالم، انه نقول لهم انه لا فينا نحن، حتى لو منا معودين بعد على الفكره، فينا نغير هالعاده، وفينا نحن نصير ننتج ونعمل قصص الافكار اللي بتجي على راسنا. وخاصه هلا بالوقت هلا انا صار كثير هين، المعلومات كلها موجوده عنا. فمشان هيك قررت هلا اهم شيء ببيروت نقدر نجمع المجتمع اللي بيشتغل الكترونيات، نعرفه على بعض، نتعرف على بعض كلنا سوا،
غير انه نكون نعرف بعضنا على الانترنت، نتعرف على بعض، نقعد سوا ونصير نشتغل سوا، يعني نحط حالنا بمكان واحد، نجمع الادوات اللي عنا اياهم ونشتغل سوا ونشتغل على بروجيكت ونجرب نعطي وركشوبس، نعلم عالم تانيين يجوا ممبرز معنا جداد، اعضاء جداد بالفريق. وبهالطريقه احسن ما يكون كل واحد عم يشتغل لوحده، بنصير كلنا فينا نجمع فاندينج وفينا نجيب مكانات اما ادوات لحالنا ما فينا نجيبها. فهالطريقه الكل بيكون ربحان. واهم شيء بحس انه مجرد انه ننشر فكره انه فينا نحن كشباب نصنع ونعمل، الوضع بيتغير بالعالم العربي، وضعنا بنبطل يعني مجتمع مستهلك بننطر حتى تجينا التكنولوجيا، لا، فينا نحن نصير نصدر التكنولوجيا من عنا. فهذا الشيء اللي بحلم له بالاخير، انه بحلم انه يصير. هيدي المجموعة نظمتوا أول إيفنت لإلكن جمعة الماضي، مايكل بيروت إيفنت، كيف كان ردود الفعل وخبرنا قديش كان في قبول عليه؟ صح، ميكينج بيروت ايفنت كان اول ايفنت لانه كانت بس معرض لكل شيء شغل عاملين وصلنا سنتين، فكان في روبويات، يعني اذا بفوت حدا على الايفنت كان بيشوف روبويات عم تمشي، بفوت كان في اوضه للتصوير، كان عاملين اجهزه خصوصا للتصوير بتاخذ صور مثلا لما نقطه مي عم تطلع، اما البالون عم بيفقع، اما قصص غريبه، افكار غريبه. فهذا كان اول ما اول اول ايفنت عملناه. ردود الفعل تبع العالم كان كتير حلو، هيك انا كتير انبسطت منها، العالم تحمسوا لما شافوا هيك شيء، وفي كتير عالم شباب اجوا على الايفنت وصار بدهم يشاركوا بالميكينج بيروت الجاي اللي راح ينعمل يمكن السنه الجايه ان شاء الله. فمشان هيك هذا الشيء اعطينا نحن دفش انه لا، في مجتمع عالم عنده قابليه لهيك شيء، ما من يعني حبت العالم هذا الشيء، فان شاء الله يمشي الحال. في قبول 100% لا يعمروا قصص بايديهم. 100% صحيح، في قبول لا يعمروا قصص بايديهم، وان شاء الله الوضع يتغير، يعني وخاصه الوضع عندنا ببيروت بصير يعني في دعم لهيك قصص اكثر، في دعم مش بس للسوفتوير للبرمجه، يكون في دعم كمان للهاردوير، مع انه اصعب بس أحلى. بس أمجلة شكراً لأنك حكيت مع ممدى. شكراً لك. رائد أعمال أسبوع معنا هيدا الجمعة. شكراً. نتمنى لك كل الحظ. شكراً.